انا كوالي شفتك انا وانا بليجي قالوا لي غير بغيت نعاود كنقول لهم خليوني نعاود نجيب ولدي لا مازال حي ولدي راه ما قدرش نقول لك كيفاش داير يعني ولدي كيدير النوفا دابا كيدير قلبه كيلومتر سعد مجيد انت من اللي بداو الحفر وانت متواجد من اللي بداو حنايا حنا راه كاملين كاع انت كتشوفي بحال جميع الناس ما كاينش نعاس وحنا كنطلبوا الله كنطلبوا الله التيسير كنطلبوا الله التيسير Thank you.
الطفل قريان لحد الان كاينه مسافه ديال 70 سنتيمتر ولا 80 سنتيمتر اللي كتفصل ما بين القاع اللي كيتواجد فيه وما بين عمال الحفر اللي هما تابعين للوقايه المدنيه. هذه العمليه جد صعبه جد تقنيه كتحتاج واحد التريوت واحد علاش باش ما تطيحش شي حفره في هذاك الحفره ديال الثقب المائي اللي هو ضيق باش ما تحكمش العمليه بالفشل. فين رياني عايش؟ فين رياني عايش؟ فين رياني عايش؟ الله خبير بلا تحملون. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.